أيها الأحبة لم يأتي في عبادة أمرنا الله عز وجل بها لم يأتي هذا الأمر مقترنا بالكثرة إلا في الذكر فقط حينما نؤمر بأن نفعل كذا يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لكن في الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لأن هذه هي الحياة الحقيقية لا يستطيع القلب ان يحيا حياة صحيحة مستقيمة وبعيد جاف لا يذكر ربه ان القلب بهذه الحال تصيبه من الافات والادواء ما لا يقادر قدره اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى كانوا في موسم الحج إذا جاءوا من عرفة ورجعوا إلى منى يشتغلون بذكر الآباء ومفاخر الأجداد فأمرهم الله تبارك وتعالى بعد هذه العبادة الشريفة العظيمة التي تكون سببا لحط الأوزار رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أمرهم بكثرة الذكر اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا العبد في الطريق ايها الاحبه لا يستغني ابدا عن الذكر بحال من الاحوال حتى بعد هذه العباده العظيمه التي اقيمت من اجل ذكر الله عز وجل حج العمره المناسك الطواف السعي كل ذلك من اجل اقامه ذكر الله ومع ذلك فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وهكذا في مقام الثناء لاهل الايمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حينما يعرض الانسان نفسه على هذه الايات يخشى على نفسه من النفاق قياما وقعودا وعلى جنوبهم هؤلاء الذين أثنى الله عليهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدّ الله لهم أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما"